الكل كان عندنا أمان واحد، هايليك نعيمة من الجزائر في عمرها 20 سنة، طلعت للجبل باش تتبع رجلها. هايليك مليكة في وقت الثورة كان ثقافتها السياسية في أحد الخلية تاع الحومة الشريفة من الجزائر، 18 سنة، اللي العسكر قتلوا بنها وأخوها فتيحة كانت في عمرها 16 سنة، كانت تفد السلاح من قصبة لباب الوادي ومتزاير للبليدة. الزهرة كانت عند خالها اللي كان خماس وكانت حجبانة، هي اللي عاونت خالها كيطلع للجبل، كان من المجاهدين الأولين. هذا هو يعني الهدف تاع كل الجزائريين والجزائريات، هدفنا واحد هو الاستقلال.
الجدرمي بداعاتو للشبان تاع الدوار. وعلاش ابني؟ باه يلبسوه معسكر وخلات على اللي ما يحبش يروح. رايحين يعبدوا حتى واحد. تفكر كيفاش مات محمد وليد حمو. اه مسكين محمد وليد حمو، مات بحبة في الراس. واش نقول لك يا ابني، الموت مر. بصح ما نقدرش نشوفك لابس لباس العدو وتضرب في خاوتك. نتمنى ما نعيش لهذيك الساعة يا امي. هاك ادي هذا العويل للخاو، راهم يستناو فيك في المضرب اللي تعرفه. وما تنساش تقول باباك اللي خالو صالح راه خرج بالعز وراه بخير. متهنية ما نساش. روح في لمن وظمة وربي معاك، تهلا في روحك. العسكر راهم كدود في كل جهة. يا جماعة كل واحد منكم الآن يروح يفهم الفوج بتاعه في المهمة والمعلومات اللي تلقيتوها، وما تنساوش نزيد نأكد باللي المهمة هذه اللي راهي تنتظر فينا عندها قيمة كبيرة وفي نفس الوقت خطيرة، خطيرة جدا. وعلى هذا لازم كل واحد يفهم الفوج بتاعه. أما كلمة السر بعد شوية راهو يجيبها لكم سي حميد. والآن تقدروا تروحوا تريا. تفضلوا. جدرمية الدوار واش يسحقوا؟ اه جاونا عطاو البراوات لزوج من الشبان تاع القرية باه يلبسوه معسكر. ثاني انت ثاني جي نهار وين يلعيتو؟ تقدر تضحك انت اللي كبير، بصح هما اللي عضوا عينيهم. هيا ما تفش راني نضحك معاك. سلام. اه سعيد اسلم. الله يسلمك. واش راك؟ اسلم ابني. واش راك؟ واش راك؟ لاباس. الله يسلمك. الحمد لله. واش الاخبار؟ عندي لك خبر مليح. خير ان شاء الله. خالك الصالح راه خرج من الحبس وراح لاباس. هذا خبر شباب. الله يسلمك. ودوك واش راه يدير؟ راح العاصمه، هرب من قبطان تاع الرصاص. احلف فيه اللي يقتلو اذا بقى في الفلات. يعني جا في باله باللي في المدينه راهي جنة، كيروح لتما يسلك. امك واش راه؟ راهي لاباس، راهي تسلم عليك. الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيك سعيد. الله يسلمك. تقدر تروح بالوقت. تهلا في روحك يا ابني. وما تطولش في الطريق. صح. بالسلامة. اه يبقى على خير. او رد بالك. تهلا في روحك. واش سي بشير؟
ولا بشوية ولا؟ لا بشوية لا بشوية. بس حنا علمك يزم ديوال المركز الأصلي. مالي؟ ها؟ مالي؟ خطر أنا ما قدرش ندوي مليح. أه. ما عندهم كل توي. أو سي حميد يعطيكش معها حراسة؟ تكون حراسة مليح. ودوه اليوم. شكرا. حاضر حاضر. صح. هاي يا جماعة الوقت. كلوا الله. راه وصل الوقت باش نقوم بالمهمة تاعنا حسب الأوامر اللي تلقيتوها. ما تنساوش تتحكموا بأعصابكم، لازم تمدوا ضربة قاضية للعدو، لازم شعار النصر أو الاستشهاد يكون دائما في بالكم. ظن باللي الأوامر راهي واضحة، ما بقى إلا التطبيق. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والله معنا. انتبه، استعد. يمين دور إلى الأمام. الحرب. أيام وأسابيع وإحنا ندور حول العدو حتى نوجدوا له الوقت المناسب.
يلا يلا. حاضر.
واش الجرح خطير؟ او شوية. واش بيت القلق؟ جماعة ما وصلوش. بالك ضروع الود. واحد آخر في قائمة الشهداء. رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. والخسائر؟ الجرحى؟ عندي مجروح واحد آخر. ولكن العدو أعطيناه درس اللي ما ينساهش أبدا. وما زال دروس أخرى. هيا يلا بينا المركز. ارفدوا منه. هيا يا جماعة يا الله اليوم نتعشى وغدوة ما نعرف ها؟ بسم الله. قدم الحملة يا جماعة. بسم الله. سمن الوقت مسيسا. بارك الله فيك. قولي لي يا امرأة واش الدعوة لا بس ما مشي جود وكل كلاب اللي هناول. ليل ونهار ما خلاو حتى واحد. ما تخافيش مادام كاينين رجال. يا جماعة هيا ناكلوا لقمة بسرعة ونتكلوا على الله.
هذه 25 سنة برك كانت جهنم. هذا بفضل المناضلين المخلصين كما أنتم. حقيقة الجزائر ولات الجنة لكل أبناء الوطن. هذا برجل المجاهدين الأحرار. بلادنا أصبحت جنة. الحمد لله يا ربي لطالة عمري ولحقت لهذه الساعة وشفت أهلي وحبابي. مساكن تعذبوا الاستعمار عذبهم بعذاب شديد وما كانش يفرق على خاطر جزائريين. سعيد ازرب ناخذ الطريق تاع الفيرما تاع اورتيغا على بال هذيك القديمه ماهيش مليحه. عندك الحق هاتي نعاونك شويه الطريق راهي طويله والكازما ما زالت بعيده. استع العسكر على بالك اما دوك انا نعيشو فيها مصعيبه وماذا بيا نقول لك واش كاين في قلبي. انا من بكري ناوي نطلع الجبل باش نحارب هاد الخبات هادو. يا بني راك مازلت صغير وشي اللي راك تعملو للصغرى يكفي.
على بالي يما على بالي انا ماذا بيا ندير اكثر وين مبان انا قدام بوي وصحابه اللي ضحوا بحياتهم اضرب حبس وكلا نقدروا نتكلوا على الله يلا Quelques instants, nous allons opérer une jonction avec la section Delta qui se trouve sur l'autre versant de la montagne. Mais rien ne nous empêche de prendre quelques instants de repos. Si tu cherches le repos éternel, tu pourras être servi. Allons, soyons sérieux. Il faut écouter le sergent. C'est un ancien d'Indochine. Il est aussi honnête d'être glorieux avec soi-même qu'il est ridicule de l'être avec les autres. C'est-à-dire, sergent? Un tel entendement vous dépasse, car vous êtes jeune et sans expérience. Ce que nous faisons ici en Algérie n'a rien de comparable avec les autres colonies. Mais c'est une révolution qui sera vite matée. La révolution n'est pas un seuil. Elle constitue une lente éducation. Elle est avant tout durée. Il n'y a pas un moment propice, une heure de la révolution. Il existe seulement un long processus au cours duquel se forge la maturité populaire. Ouais. Vous avez raison, sergent. Votre longue expérience dans le domaine militaire vous permet de mieux saisir les réalités de ce pays. En effet, je suis un ancien de l'Indochine. Je connais très bien la guerre subversive et l'applique. Mais maintenant, j'exécute les ordres comme tout soldat doit le faire. Je pratique à nouveau une guerre classique, sans grand espoir de réussir. Allons-y, assez philosophé, va. Thank you.
الوسط باش إذا حاولوا يهربوا نلقوهم من هذا الجهة. لا 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 لا، لازم فطر تكون قريب من السي رابح، خاطر السي رابح ربما راح يطلق النار من الجهة هذه. يعني الجهة هذه صعيبة. الجهة هذه صعيبة، وأنا مع المجموعة الباقية راني متمركز هنا. وإشارة الهجوم؟ الإشارة تنتظروا، راني نبعث واحد هنا مع الساعة.
هذيك اللي راني نخمم الله. بصح راك عارف واش قال سي بالكاسم. هذاك الشيء اللي راه محيرني. واش من حل نلقاه لسي بالكاسم باش يقبلك مع المجاهدين؟ كيكون واش يكون؟ باش نخلي روحي يدوني الجدرمية ما نخليهمش. اليوم راه في مكان بابا. مالك قابل تبقى معنا؟ انا ماذا بيا نعود حر معكم. مرحبا حتى بك. للنهاية. ابدا ابني يقبل يلبس الباس اللي عنده. باباه اللي رباه ويبقى راجل كيما هو. ابني ملك البلاد كيما باباه وانتم. ما فيها شك ما فيها شك. مالا الان روح الفوج تاع سي حميد ومن بعد هو يقول لك واش تعمل. صح. هاي. اسمح لي سي بالكاسم. تفضل. واش كاين؟ حبيت نكلمك في واحد القضية. خير. الجندي عمار والأخت جميلة حابين تبدل لهم التسريح باش يتزوجوا. عمار جميلة ملاح. بكل حال ما كان حتى شيء اللي يقدر يمنعكم باش تتزوجوا على سنة الله ورسوله. لكن فكرتوا في المستقبل؟ معلوم زواجنا خممنا في المستقبل. إذن بصفتي كمسؤول ما عنديش الحق باش نعطلكم في هذا الطلب. والمعلومات على كل حال راهي واضحة في مخصص هذه النقطة. في هذه الحالة راك موافق؟ طبعا. سجل الحالة المدنية راه مفتوح بالنسبة للزواج في الجبل. والزواج ما بقاش غير على مستوى العائلات فقط. المهم راكم متفاهمين ومتراضيين مع بعضكم بعض. والكلمة اللي نقولها لكم هي مبروك عليكم. يبارك فيك وشكرا سي بالقاسم. بسلامة. هيا الخوة اما الازواج نعملوه في الدوار ثم ما عدنا حتى خوف. ما عندك حتى صي قبل ما نروح؟ شوفي منا على يومين راهم يجيو عندك زوج خوة. ماذا بك تشوفي وين تخبيهم؟ غير كون مهم. وهدوك الوثائق ما تخممش راه قدور حفر له في الكوري وخباه. بارك الله فيك. زين نوصيك على حاجة فتشرها ديري بروحك اللي ما كيعرفها والو. فهمتي؟ أما فيما يخص سعيد ما تخبيش خلاص راهو كي خونا وكي وليدنا. وانت الله يعاونك. نتكل على ربي وعليك. ما تخبيش. هيا بسلام. الناس نحس مشكلة. وين قلت لي سبته؟ من جهة الشعب الصغيرة. خلي ما ندور لك في الورشة. لا تقدر تروحي لزين. شكرا.
sergent. Nous avons localisé l'écurie. Mais nous n'avons pas trouvé la cache. Nous devons creuser ici. Amenez-moi une pelle ou une pioche. Caporal, faites envoyer cette femme au camp pour interrogatoire. Suivez-moi. Ce n'est que deux sacs. Amène-les, on va voir ça dehors. On va voir ce qu'il y a dedans. Thank you.
بارح دوار بني نعمان تعرض لوحد العذاب وحشي على يد العدو اللي حرق الدشرة كاملة وخلى شحال من عائلة عايشة في الخلا. بعد ما خلف وراه 6 قتلى واختطف 6 من المواطنين. أما الجرحى لما نتكلم، وهذا الشيء ما رايحينش نسكتوا عليه، ما رايحش يبقى بلا عقاب. وعلى هذا لازم نردوا عليه ضربة بضربة. أنا في رأيي نحرقوا 2 فيرمات تاع الكولون ونرميو ماليهم في النار. لا يا سي حميد، احنا ما راناش وحوش كيما هما، احنا رانا نحارب من اجل قضية عادلة. حسب المعلومات اللي وصلتني كاين الضابط اللي شرف البارح على تهديم القرية، راه يجي ساعة على ساعة الفيرما تاع اورتيز. وعلى هذا يا سي حميد لازم تجيبوه حي. حاجة أخرى، انت يا الأخضر خذ معاك جندي وروحوا للدشرة، وما ترجعش قبل ما تجيب اسم الخاين اللي باع الدشرة. عباد كيما هادو ما يستاهلوا حتى رحمة، لازم على الثورة تحاكمهم وينالوا عقابهم. هيا سي حميد خذ 6 جنود وقوموا باللازم، ولازم تجيبوه حي. حاضر. شريف عربي علي سعيد، عمار جميلة. خوا انا وصلنا للفيرما، وراهم الكلاب يقصروا ويزهاو. الان نعطيكم الاماكن تاعكم في انتظار الانطلاق. البنات ريحوا من اللور. سعيد خذ على اليسرى، سي محمد انت خذ على اليمنى. هيا الى ما Thank you.
Vous savez, l'Algérie est perdue si nous ne réagissons pas avec tous les moyens. Nous n'avons aucune confiance dans le socialiste Martin qui se barre de notre tricolore. Nous avons le dos au mur, c'est l'abandon à court terme. Si je n'avais pas écouté le 2 février Belmont, le palais d'été aurait été pris d'assaut à 22 heures. Et je vous assure que mes hommes l'auraient enlevé avec toutes les complicités nécessaires. Quant à Bonfoy, je m'en méfie comme de la peste. Il fait une politique de gauche sous le couvert d'une politique de droite.
نسحبوا من بعد.